بهذه الفقرة مشاهدينا رح يكون معنا المخرج والمؤلف الموسيقي جان كيروز. بدي رحب فيك جان معنا اليوم. صباح الخير ريان. صباح النور. جان، نحن هلأ بفترة الأعياد، صح وخاصة مع هالوضع اللي عم نقطع فيه، الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي، ومن بعد انفجار مرفق بيروت ووضع كورونا، العالم كله جان بتحسها تعبانة وعايشة حالة زعل. قديه الموسيقى فيها تكون عم تأثر إيجابيا وتعطي معنويات وتحسس الناس أكتر بجو العيد. يمكن بعد في بس الموسيقى هي المطرح يلي فينا نهرب فيه لمطرح أحلى، وبعد الموسيقى بعد ما في عليها إذا بدك يعني إنه ضريبة ندفع حتى ناخدها، بعدها ببلاش فينا نسمعها على السوشيال ميديا، نسمعها على التلفزيون. هي المطرح الوحيد اللي عن جد بتعلي كتير المعنويات وبتعطيكي بوزيتيف فايبس، وخاصة الموسيقى تبع أعياد الميلاد، لأن موسيقى العيد فيها بالز، فيها فرح، فيها نوع من السحر. ما بعرف شو هو هالسحر، بس هالسحر يلي بيخليك صح، تضحكي حتى لو كنت تعبانة. مزبوط، عن جد جان، بالفعل انه الموسيقى بتعطي السلام وبتخلينا نحس اكثر بجو كتير العيد. نحن بحاجة تنحس بجو العيد لو شو ما كانت الظروف. نحن بحاجة كتير، والسنة صراحة عم نترحم على السنين اللي قبلها. يعني قد كنا نقول قبل يعني في غلا وفي شو اسمه، بس السنة صار في شيء اسمه فحش، يعني صار في شيء اسمه يعني مش مسموح، لأنه عن جد حرام نوصل لها المرحلة الواحد ما في عيد. نعم جان، خبرنا أكثر عن مولودك الجديد لهذه السنة، هالأغنية الميلادية المميزة اللي هي شجرة صغيرة، شجرة خبرنا صغيرة، أكثر عنها. شجرة صغيرة، بدي بخبرك شيء لألك بس، وهي أول مرة بيعرفوها تفضل. المشاهدين، إنه أنا كتبت إنه كلماتها كان عمري 17 سنة، كنت قاعد على البحر. هالقد كنت حب هاللحن يلي هو الأغنية عالمية اسمها داك دو هولز، نعم، فلا حسينا لا أنه لا هو، لا 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 نعم هي المشهورة كتير. هالقد كنت حبه من أنا وصغير، فيعني كتبت الكلمات كان عمري 17 سنة، وراحت وقشت الأيام ورجعت هلا سجلتها يعني انا والاولاد، وجربت اعمل لها انا نسخه انا لبنانيه، بس هالنسخه اللبنانيه تكون يعني الكلمات بتعرفي متذكره من زمان، كانوا بالضيع يجيبوا شلحه صغيره ويعملوا منها شجره ويزينوها. صح، فلهيك حبيت انه مثل رمز العيد يكون شيء صغير، هالشجره صغيره، بس هي اهم شيء تحتها هي المغاره الكبيره، لانه انا بقول كان عندنا شجره صغيره وتحتها مغاره وصدار. هي مغاره شو؟ هي نعم، طفل يسوع. ومزبوط كانوا بالضيعه يعملوا مغاره كثير كبيره، والاولاد يتجمعوا ويصيروا يعملوا نوع من يعني من كومبيتيشن بالضيعه، مين مثلا بيعمل مغاره اكبر ببيته، مع انه كانت بيوتهم صغيره، بس بتفوتي على بيت على دارهم بتحس كثير مغاره كبيره ومزينينها وعاملين لها شيء كثير حلو. فحبيت اخبر اولادي وننجمع سوا بالغنيه صح، انه عم خبرهم كيف كنا نحن نعيد انه من زمان، وهيدي هي. نعم صح جان، انت بتتميز باغانيك انه بيكونوا اولادك مرافقينك صح، بالغنى، يعني عند لوتشيانا وليا مظبوط، بوجه لهم تحية. ونحن كمان، وهذا الشيء اللي خليك تاخد شهرة اكبر. صح، قديه وجودهم معك بحسك بالامان، وقديه هن مهم انه يحسوا باجواء العيد. بخبرك شيء اكثر من ما كنت بتصور، انه هالقد انا بنبسط بس اعمل عمل انا وياهم. يعني بحس بفراغ بسعاده لا توصف، بفرح كتير كبير، وبحس يعني خاصه يعني بس لوتشي تغني عن جد بروح انا انه لعالم تاني، انا وعم بلعب موسيقى وهي وعم بتغني، وليا كمان شاطره بالتمثيل وليا شاطره بالفرح. يعني هي انا بحس العنصر الاساسي بالكليب حتى تزيد الفرح، بصير عم بتغني بايديها يعني بعيونها بشعراتها بجسمها كله، هالقد يعني بتعرف تعبر يعني انه مزبوط بالفرح تبعها. واوقات في قصص يعني ما بتعرف ليه بحبوك العالم، صح، حبونا نحن انه هتريو انا ولوتشي وليا. نعم، رح نشوف جان هالغنية شجرة صغيرة. ونسمعها مع اوكي، المشاهدين هلأ. بس بدي ابعت تحية للمدير التصوير يعني موريس تفضل. رزق يلي اعطاني صورة كتير حلوة، بقول له ينعاد عليك يا رب. نعم، يلا مشاهدينا، خلينا نشوف ونسمع هالغنية سوا. شجرة صغيرة تحت مغارة وسع الدار،
يقعد حدا يلعب حدا، كل ولاد الجيران يغنوا سوا يفرحوا سوا ويقولوا اجا الميلاد. يلا بقى نقعد سوا ونعيد عيد الميلاد. وكان عنا شجرة صغيرة تحت مغارة وسع الدار، يقعد حتى يلعب حتى كل ولاد الجيران غنوا سوا يفرحوا سوا ويقولوا اجا الميلاد. يلا بقى نقعد سوا ونعيد عيد الميلاد. يعني انا ما فيي يعني ما ابتسم بس اسمع هالدقه، بحس بفرح هيك خي، يعني واحد عن جد فيه يهرب انه لما طالع عن جد حلوه، يسمع موسيقى ينسى الوضع الاقتصادي البشع، ينسى السياسه البشعه المقرفه اللي عم نعيشها انه بلبنان وبكل دول العالم، وينسى الكورونا وينسى الماسك، يسمع الموسيقى عن جد بحس حاله اريح، يعني عن جد جان بحس حاله عم بيعيد. نعم، كان بدي اقول لك هلا قد ايه هالغنيه بتدخل جو العيد والفرح على القلوب، عن جد بتحسس بسلام، وهيدا اللي نحن بحاجه له هلا تنرفع معنوياتنا ونعيد. جان هون قد ايه دور الاهل ايضا مهم انه يحسسوا اولادهم باجواء العيد، يعني ويخبرون عن جد عن العيد انه هو الطفل يسوع المسيح، وانه يخبرون عن التعاليم الدينيه مش بس انه بالهديه والتزيين، يعني يسمعون هالاغاني الميلاديه. شيء كثير مهم هذا الشيء، لانه الاهل يعني هن بيلعبوا اذا بدك انه اكبر دور، يعني اذا بدك انه بمسار الولد يعني بس يكبر، فاذا هن زرعوا له فرح من صغر هو لحاله الولد بيصير متجه لمطارح احسن بس يكبر. وانا بحس بالعيد اهم شيء، ومثل ما عملت بالكليب، يعني انا ما صورت هدايا، انا ما صورت اكل، انا ما صورت سفر، انا ما صورت قصص فيها، يمكن الزينه كانت حلوه كثير، لانه اوقات بدك شويه متطلبات ديكور حلوه انه لكرمال الفيديو كليب، صح. بس ركزت اكثر شيء انه انا والعائله، انا واولادي مجموعين. هلا منى مرتي ما طلعت لانه هي ما كثير بتحب انه كاميرا وتطلع، وهون بوجه لها تحيه، بس اهم شيء اذا بتتمعن بالكليب بتشوف انه انا والولاد، انا عم دق بيانو والولاد عم بغنوا، هيدي لحالها هيدي بتخلق فرحه، يعني مش ضروري هدايا، يعني مش ضروري يعني قصص لبس حلو، وحيات الله الجمعه هالمحبه، بس انت تعطي محبه وغيرك يرجع يرد لك المحبه، هيدا هو العيد. وجمعة العيلة صح. يعني حقها كتير مصاري، يعني لأنه يا مع عالم، وخاصة هلا بانفجار بيروت، عالم يعني فقدوا أولادهم، فقدوا يعني كل شيء. يعني فقدوا بيوتهم، فقدوا قصص يعني بتعز على قلبهم، صح. جمعة العيلة يا جماعة كتير جربوا استفيدوا منها، لأنه ما بتعرفوا كيف العالم أوقات أنه بفلوا من حياتكم على غفلة، فهل جمعة العيلة بتخلق أحلى شيء بالدنيا، لأنه هي العيد،
صح عن جد لازم نقدر جان اللي عنا ياه. عم بحكي كثير يمكن ما بعرف. لا تفضل. لازم نقدر اللي عنا ياه ولازم نشكر ربنا على كل النعم اللي نحن عنا اياها هالسنه تحديدا. ونحن شفنا بالفيديو كليب قد ايه اولادك حاسين عن جد بفرح كبير. هذا الشيء كان منعكس من وراء الطريقه اللي عم بغنوا فيها ومن وراء ادائهم. وانا اكثر شيء بحب بالاولاد يعني مش لانه اولادي بس لانه كثير ناتشرال على الكاميرا، يعني ما بنجرب نمثل، يعني بس نقول انه توب كاميرا خلص، يعني نحن شو بنحس يعني بنطلع انه على الكاميرا. وخاصه ليا هيك عندها، يمكن انا عندها ضعف لها قد ما هي فرحه. ولوتشي بقول لها انت قلبي يا بابا. نعم جان ايضا قد ايه بتحس انه القطاع الفني هلا تراجع من بعد ازمه كورونا وهالحجر اللي عم نقطع فيه؟ هو مش بس القطاع الفني، هو العالم كله وقف يعني من وراء كورونا، لانه طيران نوعا ما وقف، السياحه وقفت، المحلات الصغيره وقفت. ما بعرف انه شو هالمؤامره بدهم يعني يخلوا العالم تجوع. هلا نحن مش جايين نحكي عن هذا الشيء، بس يعني واحد هو صار هو بده يعمل افورت حتى هو انه يضل انه مكفى او يعني مستمر بالفن، بس يعني ما في شيء يعني بشجعك حتى انه تكفى كثير، لانه الحياه كلها تغيرت. حتى اهلك اذا رشحت ما بتقعدي تشوفيهم على جمعتين، يعني كل العالم يعني ما عدنا عم نشوف بعضنا. ما بعرف هن انه شو بدهم هالمسؤولين الكبار بالعالم، لوين هن بدهم انه يوصلونا. بس يلي عنده اراده ويلي هو انه يعني نحن انا اولاد يسوع رح نضلنا متفائلين، لانه هو علمنا وقالنا انه انا معكم انه لو شو ما صار. ف يعني طالما هو معنا نحن ما لازم نخاف انه من بكره. وبالنهايه يوما ما كلنا بدنا نسافر من هيدي الدنيا ونروح لعند يسوع اذا يعني اذا الله راد. هلا انا رحت عنه دراما كثير، بس يعني ان شاء الله الايام الجايه تكون احلى بكثير. جان بالفعل هلا بتحس هالفتره انه صار في مثل تفرفض بالعيال، يعني ما بقى يهمنا انه عن جد نجمع، صار بهمنا انه نقطع العيد، انه الهدايا والزينه. هلا اكيد هودي مهمين، بس انت من خلال اغانيك رجعت حسستنا قد ايه في تماسك واندماج بالعائله، قد ايه هالشيء مهم خاصه بفتره العيد. يعني هو اهم شيء، ويمكن انا حبون العالم لانه انا على طول مع اولادي وعلى طول حتى ستوريز نطلع فيهم، يعني بنكون هيك انه ناتشرال. يعني يعني انا عم جرب اعكس جو العائله اللبنانيه اللي هي اصلا يعني معروفه بالتماسك. بس انا هون انا بحس انه كورونا رجعت انه جمعت العيال اكثر، لانه العالم عم بيشوفوا هلا بس اهاليهم، مش عم بيشوفوا رفقاتهم، عم بيشوفوا رفقاتهم عبر السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك، عبر الواتساب، عبر القصص. بس انا بحس انه في تجمع عائلي. هلا عم نكون موجودين مع بعض، صح. بس قد ايه عم نكون مع بعض، مش بنفس البيت بس حدا قاعد على السلولار وحدا على اللابتوب وحدا على، يعني قد ايه عن جد عم نكون مع بعض. هذا الشيء ما بنعرف اكيد، لانه هلا بوجود السوشيال ميديا صار في كثير معايير تغيرت. هلا مزبوط، يعني في لهوه، لانه السوشيال ميديا يعني انه بتلهي الشخص. بس انا شخص بالانسد شوي بالحياه، يعني في وقت للسوشيال ميديا، في وقت لاولادي، في وقت لمرتي، في وقت للموسيقى. يعني واحد اذا هو نظم حاله يعني يعني بيمشي كل شيء انه بالدنيا. قد ايه جان عم بتلاحظ ايضا بما انك مخرج ومؤلف موسيقي انه صار في فرق بين الانتاجات الفنيه بالنسبه للجوده بين اللي عم نسمعه هلا واللي كنا عم نسمعه من قبل؟ يعني بتحس انه الموسيقى بلشت تاخذ لون جديد؟ يعني بعده الجو منيح، وانه هلا صار التوزيع اذا بدك يعني انظف من قبل وانه احلى من قبل. بس هلا ما عاد في اذا بدك يعني انه اصوات حلوه كثير. يعني عم بيروح اوقات، يعني حتى بس نحن نسمع اوقات راديو بتحس بصير عم تقلبي بشع 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 بشع، او اوقات بيركضوا دغري بس على الدبكه على عشي بيسرع الراس. ف يعني هو حلو التنويع، اذا عملوا كمان يعني تنويع انه حلو وحطوا القصص العتيقه او القصص الجديده، يعني بنضلنا يعني منيح. نعم، هذيك السنة أيضا جان كان عندك أغنية ميلادية وأخذت ضجة كثير كبيرة، وهي لو بدنا نعيد لو شو ما صار. قد إيه السنة مهم عن جد نقول إنه بدنا نعيد لو شو ما صار، وكتر خير الله إنه عم ينعاد علينا مع كل الظروف. يعني صراحة نحن عم نترحم على هذيك السنة، هذيك السنة بس بلش تتغير الأجواء شوي، قلنا
شو عم بيصير بالبلد ومش رح نعيد. قلت ساعتها طلعت انا بالفكره انا وفيني نعمل بدنا نعيد لو شو ما صار. نعم خبرنا اكثر عن هالاغنيه. يعني هي انه تلفل لي فيني قال لي حابب اعمل هيك انه جينجل صغير انه للاذاعه هيك يعني انه نتحدى الوضع ونجرب نعيد رغم كل الظروف الصعبه. فطلعت انا بدنا نعيد لو شو ما صار. هنا عملت 25 ثانيه وهو طلب بالتحديد بصوت بنتي لانه انا كنت عامل قبل انه يا رب احمي لبنان بصوت لوتشيانا. انعملت وانبعتت على الاذاعه. يعني حبوها كثير العالم. صار يقول لي يا عم حبينا كثير العالم انه يا ريت بتكون اطول. فرجعت انا طولتها حتى صارت اغنيه وصورتها كليب وانتشرت على كل التلفزيونات من الـ LBC للـ MTV انه للنيو تي في لعندكم. فيعني حسيت كل العالم انه دعموا هالغنيه وهو وهي لانه هالغنيه عن جد بتمثلنا لانه نحن شعب كنا وبعدنا مقهور مش عم يقدر يعيد. عم يتغيروا القصص عم بيصيروا القصص اوت اوف كنترول بالاقتصاد بالسياسة بالأمان بكل القصص. فحسينا هالغنية نوع من الأمل وهالغنية بتمثل كل اللبناني والسنة حسيناها بعد أقوى. صح. يعني عن جد بدنا نعيد لو شو ما صار. يعني بتمشي بالطرقات ما في زينة يعني حتى ما في جو يعني العالم عم مزبوط عم بيحطوا الشجرة بس ما بتحسي يعني في عندهم فرح انه جوين العالم. العالم انه كتير داون الدولار يعني ب 8500. يعني قبل كنت من سنه تشتري الشغله ب 1005 عم تشتريها هلا انه ب 9000 يعني ضرب انه 6. يعني تغير انه لايف ستايل تبعنا. صرنا بس عم نشتري بس غراض للسوبر ماركت لفي تياب جدد. مش عم بحكي عني بس عم بحكي عن كل العالم. ما في سهر ما في مطاعم يعني ما في شيء. فيعني العالم داون واصلا يعني نص العالم طلعت برات شغله. بس هلا خلينا نتفائل. عم بيقولوا جاي ايام احلى فخلينا نتفائل ورغم كل هالظروف بدنا نعيد لو شو ما صار. شو رايك انه نسمعها سوا؟ نعم رح نسمعها ونشاهدها سوا مع المشاهدين. يلا بدنا نعيد لو شو ما صار يا وطني وعد علي. بدنا نعيد لو شو ما صار يا وطني وعد علي. بدنا نعيد لو شو ما صار يا وطني وعد علي.
يعني بالفعل جماعة بدنا نعيد لو شو ما صار كرمالنا وكرمال كل الأشخاص اللي بنحبهم وكرمال وطننا لبنان. بتصدق انا بس انه سجلت هالشي على تاني مقطع يا وطني ايد بايد بدنا نعيد سوا من جديد، كنت حس هيك هيك الدمعه هون عن جد يعني انا بعيوني، لانه في شيء ما بعرف اذا الله اعطاني اياها، بس انه فيها نوع انه من السحر هالغنيه، يعني ما بعرف شو، وهي من الاغاني القليل يعني بتكون ميلوديه والوطنيه، على طول بيكونوا الاغاني ميلوديه بيور، عم يوصفوا الشجره والزينه والعيد، هون كان الميلاد هو ميلاد الوطن اكثر. وعن جد انا حسيت اذا واحد وطنه مش مرتاح، اول مره بحس انه واحد ما في عيد اذا وطنه موجوع، اذا وطنه يعني تعبان، بتحس حالك انت من جوا مش مرتاحة. صح، بس مع هيدا وكله نحن بدنا نعيش اجواء العيد كرمال يا وطني طفل ايد بايد، نعم بدنا نعيد سوا من طفل جديد. يسوع اللي جاي وكرمال وطننا وكل الاشخاص اللي بنحبهم. ما يسوع هو وطننا بالنهاية. صح. جون كيروز نحن بدنا نشكرك لوجودك لو معنا اليوم. شكرا ريان. مشاهدينا نحن رح نروح لبريك صغير ونرجع منتابع مع فقراتنا، خليكم معنا.